ازيكم يا بنات؟ النهاردة الريفيو بتاعنا عن كريمات ازالة الشعر، كمان الواكس بانواعه والسويد بانواعها كلها. كمان جايبه لكم ريفيو عن اللاصقات بتاعت البشرة لازالة شعر الوجه. الجولة النهاردة حلوة جدا لكل البنات وكل السيدات. نتابع مع بعض كده الجولة للنهاية علشان نستفاد منها. انا جايبه لكم انواع كتيرة جدا. ده اول نوع معنا، كريم 1 لازالة الشعر للبشرة العادية، سواء انت بشرتك عادية او جافة او حساسة، فكل نوع هنا بيستخدم للبشرة، سواء بشرة عادية، بشرة حساسة، بشرة جافة، كل نوع بيستخدم لنوع بشرة معين. ده للبشرة العادية برضو سعره 33 جنيه، الاولاني كان ب42 جنيه. في ده برضو، ده للبشرة الحساسة، لو انت بشرتك حساسة بتستخدمي النوع ده ب42 برضو. وفي برضو النوع ده كريم 1 دي بريحة الورد، برضو للبشرة الحساسة ب33. هو على حسب بقى حجم العبوة، في عبوات صغيرة وعبوات كبيرة. ده برضو بصوا هنا، ده فيم كريم إزالة الشعر، ده نوع تاني يعني اللي انا وريتهولكوا الاول ده وان، لكن ده فيم. في برضو هنا النوع ده فيم برضو ب28 جنيه. في برضو البشرة الحساسة والبشرة العادية وكمان البشرة الجافة، في ده برضو فيم ب28. تمام، ده للبشرة الحساسة، كل عبوة مكتوب عليها السعر وكمان مكتوب عليها سواء للبشرة العادية أو البشرة الحساسة. هنا بقى وقص شمع مزيل للشعر ب62 جنيه. في برضو أنواع كتير من الوقص هنا أو الشمع، في ده برضو اللون البينك ده، في هنا دي طبعا السويت، ده وقص برضو ب24 جنيه. دي عبوة كده فيها قطعتين، حبيت برضو افتحها واوريها لكم، ب24 جنيه ونص. في بقى بروائح كتيرة جدا، في بالعسل، بالورد، بصوا ده افتحها برضو، افتح لكم واحدة تانية برضو، في برضو اللي هو الوقص الصغير اللي هي الباكيتات الصغيرة الايزي سويت، ده سعرها طبعا رخيص. وفي هنا برضو اللي هي الحرير ب19 جنيه، مزيل للشعر حرير ب19 جنيه. هنا هفتح لكم عبوة تانية برضو فيها قطعتين ب24 جنيه اهو. في برضو فوق برضو ده بالرمان، في هنا ده برضو الوكس زي ما انتم شايفين كده، في انواع كتيرة ب62 جنيه عبوة الشمع. هنا برضو اللاصقات بتاعت البشرة اللي هي الشرائح الشمعية ب95 جنيه، هوريها لكم يعني شرائح شمعية ايزي جل نوع ما تدوم تطول البشرة الحساسة، دي للبشرة الحساسة، فيها 30 شريحة بتستخدميها للبشرة وكمان بتبقى مرطبة كمان ب95 جنيه. ده عرض كده على بعضه ب122 جنيه، كريم إزالة شعر للبشرة الحساسة، عاملين عروض برضو بيت كريم إزالة الشعر من بيت عبوتين ب122. في برضو هنا دي برضو لاصقات للشرائح شمعية كده بتتحط للبشرة لإزالة الشعر، دي للبشرة الجافة
شمعية مرطبة برضو، سعرها 95 اللي هي الأولانية، لكن دي ب72 جنيه. في هنا دي برضو، سواء بشرتك حساسة أو جافة أو عادية فأنت هتاخدي النوع اللي يناسب بشرتك. دي كانت جولتي النهاردة، يا رب الجولة تعجبكم. لو عجبتكم الجولة حطونا لايك واشتراك وفعلوا جرس على كلمة الكل علشان يوصلكم مني إشعار بالفيديوهات الجديدة دايما. منتظرين إن شاء الله فيديو جديد مع بعض.